مشاهدي شوف تي في اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من قلب العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه كما كتبعوا استنفار امني كبير وسط منطقه المدينه القديمه بالضبط من درب طاليان كما كتشاهدوا معنا بحضور رجال الامن وكذلك الوقايه المدنيه والسلطات المحليه في حادث انهيار منزل هنا قلب المدينه القديمه كما كتشاهدوا مشاهدينا. إذن حضور عدد كبير من رجال الأمن إلى جانب ناس الوقاية المدنية وكذلك السلطات المحلية في حادث انهيار منزل اللي كانوا السكان ديالو كانوا معلومين بالإفراغ لأنه كان مهدد بالانهيار وكان فعلا أي لحظة يقدر يطيح. في يوم يعني كان وقته يعني وصلت لوقيشه ديالو طاح الحمد لله انه ما خلفش اصابات ولا وفيات لانه ما كانش شي واحد تحت من الدار وحدها ولكن يعني راب الجزء الامامي ديالو بالكامل كما كتبعوا ناس ديال الوقايه المدنيه ناس ديال الامن الكل حاضر في عين المكان في هذا الحدث هو انهيار منزل وسط المدينة القديمة كذلك حضروا رجال الأمن على المكان والسلطات المحلية الوقاية المدنية كل شيء حضر باش يقوموا بالتدخل ديالهم. الحمد لله هذا الحادث ما خلفش اصابات ما خلفش وفيات وجرحى ولكن الحمد لله على كل حال يعني هذا هو المهم لان اصلا الدار كانت خاويه وكان الناس اللي كانوا ساكنين فيها خرجوا وكانوا تعلموا ان المنزل قدر يريب في اي لحظه فهذا هو السبب اللي خلاهم يعني خرجوا من البيت ديالهم. يعني كيف ما كتشبعوا مشاهدينا يعني الناس ديال الوقايه المدنيه رجال الامن السلطات المحليه الكل حاضر في عين المكان يومي كاين شي خسائر ماديه حتى اللي طاح داك الكابيات ديال الطو يقدر في اي لحظه يعني شي واحد يتصاب ملك الان كنشوف حضور القوات المساعده والسلطات المحليه حتى هما حاضرين عين المكان يعني الناس اللي تبعوا اللايف الاول فيه يعني البنايه اللي راب الجزء الامامي ديالها ولكن المشكل اللي كاين حاليا هو هاد الخيوط ديال الضوء اللي كيشكلوا خطر على الساكنه كما كتشوفوا بالخصوص على الوليدات الصغار اللي كيلعبوا بالقرب منهم لان هذا حي شعبي والوليدات الصغار ضروري ما غاديين يلعبوا. فهذا هو المشكل الرئيسي اللي كاين حاليا واللي كيعانيو منه الناس.